البحث في إمكانات تطوير نشاط مطار جابس مطمطة حتى يكون رافداً للتنمية الاقتصادية والاستثمار بالجهة. مشاغل الفلاحين والبحارة في ولاية المهدية تطرح للنقاش في اختتام الحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري بالولاية. واشنطن وموسكو تقرران تمديد سريان الهدنة في كل من حلب واللاذقية في انتظار احترام شامل لوقف الأعمال القتالية في سائر البلاد. السلام عليكم مشاهدين الكرام، نشرة الظهر للأخبار، مرحبا بكم. توفي فجر اليوم 3 شبان من أبناء مدينة بنغردان على الحدود التونسية الليبية في حادث انقلاب سيارة كانوا على متنها على بعد نحو 44 كيلومتر من مدينة بنغردان، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية. وقد تم نقل الجثث إلى المستشفى الجهوي ببنغردان، أين تجمع عدد مهم من عائلاتهم قبل نقلهم فيما بعد إلى مدينة جابس لإخضاعهم للتشريح من أجل معرفة أسباب الوفاة. في خبر آخر، تطوير نشاط مطار جابس مطمطة وتنويع مجالات عمله من أجل مردودية اقتصادية تتماشى وتطلعات أهالي المنطقة، يبقى من الطموحات التي تسعى إلى تحقيقها مختلف الأطراف المعنية. تتوفر بمطار جابس مطمطة كل المواصفات التي تؤهله لأن يكون من بين المطارات الدولية. نشاط هذا المطار بقي مقتصرا على 3 رحلات داخلية في الأسبوع، وأبناء الجهة يأملون في تطوير هذا النشاط. ماذا بينا احنا مطار جابس يولي حاجة كبيرة، وماذا بينا يطور أكثر، هو باهي ما شاء الله، لكن ماذا بينا نطوره أكثر في أمور، حتى احنا في أمور قطاع التاكسي، ماذا بينا تولي فما رحلات بزايد باش نخدموا على ولاية جابس ونجوا هنا للمطار بحكم مسافة قريبة 30 كيلومتر، ماذا بينا تتحرك الاقتصاد نتاعنا. واحنا نطمحوا باش نكثفوا الرحلات الساعة الداخلية، ماذا بينا تكون كل يوم معناها الرحلات موجودة، وحاجة ثانية ماذا بينا معناها تتربط المطار برحلات دولية، لأن بطبيعة الحال الرحلات الدولية من شأنها باش تحرك العجلة الاقتصادية للمنطقة. وزير النقل أنيس غديرة أكد أن هذا المشغل محل اهتمام وستتم دراسته. طريقة العمل هي باش تتكون لجنة مشتركة بين تونسية الإكسبريس، خطوط التونسية السريعة، والجهة وأعضاء مجلس النواب باش ينسقوا ويشوفوا جدوى العملية هذه. وفما العملية هذه صارت في صفاقس ونجحت، علاش ما تكونش في جابس؟ لأنه معناتها مشروع من النوع هذايا اللي نجم يرجع بالخير لأهالي جابس، اللي احنا من دورنا أنه نساهموا في أنه يتم استغلاله على أحسن وجه. تطوير نشاط مطار جابس مطمطة سيساعد حسب المهتمين بشأن التنموي بجابس على دفع التنمية الاقتصادية بهذه الولاية، بهدف المساهمة في وضع تصورات لتحسين جودة قطاع النقل العمومي. نظمت جمعية البحوث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ندوة بصفاقس حول النقل العمومي البري، ندوة شاركت فيها بعض شركات النقل الجهوية وعدد من الخبراء والجامعيين. أمام عدم انتظام مواعيد الحافلة خياران لا ثالث لهما، إما اللجوء إلى سيارات التاكسي ومصاريفها الإضافية، أو الانتظار الذي قد يحمل معه تداعيات سلبية أخرى. أنا ساعات نقع عندي قضية، أنا نتقلق نضرب الساعة بساعة ونص خاطر ما ثماش، حتى كي تجي تحكي مع شوفير الكونفير ما عندوش عذر، ما تنجمش تحكي معه خاطر ما عندهمش مدري. كون اللي قلقنا معناتها ما عندهمش مثلا وقت، يقول لك 11:15 تخرج غير درجين ولا تخرج، معناتها هما على كيفهم يخدموا. ساعات في اوقات مش مثلا 8 في ساعه تجي مثلا نص نهار تجي 4 تجي، اما ساعات اوقات 3 مثلا ما تجيش في ساعه في ساعه مثلا. باسطول يفوق ال 400 حافله، ما زالت الشركه الجهويه للنقل بصفاقس تجد صعوبات في تامين خطوط النقل العمومي لمدينه فاق عدد سكانها 1 مليون، منهم 40,000 طالب واكثر من 170,000 تلميذ. الصعوبات والتحديات جزء من محاور منتدى خصص للنقل العمومي البري. اليوم نعيش في صفاقس حالة متردية، اكتظاظ متواصل ومستمر خانق وموتر للأعصاب. هذه نتيجة إلا أنه ما ثميش استراتيجية
واضحة اللي تجم تواكب التطور العمراني والتطور البشري والديموغرافي اللي تعيشه صفاقس. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس مع بعض المتدخلين الآخرين حاولوا شيئا فشيئا من تحسين أدائنا في إطار يسمح به القانون وكذلك في إطار تشاركي مع كل أطراف المتداخلة باعتبار أن العمل هو العمل الجماعي وباعتبار أن الظرف هو ظرف دقيق. استئثار وسط المدينة بجل المصالح العمومية وغياب المآوي والمثال المروري الملائم إضافة إلى البنية التحتية المهترئة، مشاكل وعلاجها طويل الأمد تثقل كاهلة أحد أبرز مفاتيح التنمية. وفي ولاية المهدية تم في اليوم الختامي الجهوي للحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري دراسة إشكالات القطاع في الجهة وبحث سبل تطويره لدعم مكانته في الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن الشغل. 36,300 فلاح بالمهدية يساهمون ب 54 مليون دينار في الإنتاج الوطني يعيشون بعض الصعوبات من ندرة العلف الحيواني ومياه الري وغيرها. لازم معناها تلهاو شوية بالفلاح وجدوا شوية العلفة، العلفة معناها دعموا شوية في العلفة وجدوا على قليل المادة متاع السداري معناها وجدها شوية نعاونوا به رواحنا، الشعير زاد المدعم اللي في السيلون يزم يتوجد شوية باش نعاونوا به رواحنا، إذا ما نقوش احنا تو الدولة تعاوننا في عام كيما السنة جفاف وقتاش باش تعاون؟ الماء غالي 100 متر كوب 20 دينار هذا منطقة سقوية. البطاطا ناخذ فيها ب 1600 كانت جيت كلفة تفوت ل 2000 ولكن عندها شهرين معناها ما أكثرش باش نتصرفوا فيها. نطلبوا معناها ديوان هو اللي يقبل وبعدين هو يتصرف. تو عندها فوق 36 عام معناتها تعبت، معناتها الأرض تعبت ماذا بينا في تلفت توسيع المنطقة أخرى. مشاغل أخرى طالت أيضا العاملين بقطاع الصيد البحري. راهي البحارة راهي كي نقول لك كيف يعمل 40 سنة و 45 سنة وكي يجي يخرج وقت اللي هو يبدأ معاش عنده حين والبحر يأكله يلقى 180 و200 دينار. تشاور حول أهم الإشكالات والعوائق المطروحة في قطاع الفلاحة البرية والبحرية شهده اليوم الختامي الجهوي حول الحوار الوطني للفلاحة والصيد البحري. بتعاون الجميع وخاصة الاتحاد والوزارة حاولنا باش نجيبوا بعض العلاف اللي هي الفصة ونوزعوا بعض المشات العلفية على الفلاحة ولكن هذا ديما جد ضعيف شوي. الآن احنا نخشى أنه السنة القادمة راهو جاي معناها صعوبات أكثر ولكن من الآن حضروا احنا. ولاية المهدية هي ولاية ساحلية لكن فلاحية بامتياز نظرا لكونها فيها منظومة ألبان كبيرة برشا ومعروفة، هي توثاني على المستوى الوطني. الصيد البحري عندنا ثلاثة أبرات منهم زوز أبرات كبار هي برج الشابة وبرج المهدية وتنتج تقريبا 11% من المنتوج الوطني ومعناها فما حركة كبيرة. زاد بالنسبة لغابة الزيتين عندنا معناها تقريبا 5,300,000 أصل. احنا هذا الحوار أردناه يكون معناها فيه توصيات لتعزيز هذه الميزات وهذه المكاسب وفي نفس الوقت إيجاد حلول لعديد المشاغل والضغوطات اللي سجلها القطاع الفلاحي خاصة على مستوى الموارد المائية، على مستوى تنظيم المهنة، على مستوى ربما منظومة الحوافز والتمويل. القطاع الفلاحي يشهد صعوبات بإجماع العاملين فيه، يسعى المسؤولون إلى إدخال تغييرات على محتوى استراتيجيات تنميته من أجل تعزيز قدرة القطاع على إنتاج القيمة المضافة واستقطاب المستثمرين. تتصدر ولاية المنستير المرتبة الأولى وطنيا من الإنتاج فيما يتعلق بتربية الأسماك في الأقفاص وكذلك من حيث عدد المشاريع المنتصبة على الشريط الساحلي، معطيات لا تحجب الصعوبات العديدة التي يعاني منها أهل القطاع. هو مشروع أقفاص عائمة من بين 14 مشروعا منتصبا بالشريط الساحلي بالمنستير ينتج 70% أوراطة و30% قاروس. احنا من الاوائل اللي بدينا في القطاع تربيه الاحياء المائيه بالاقفاص العايمه في 2007 بدينا بشركه طبعا عندنا 6 شركات 5 شركات في قطاع تربيه الاحياء المائيه في الاقفاص العايمه والعلفه متاعنا بيولوجيه 100%. مشاكل عده يعاني منها اهل القطاع. نجيبوا في الـ في الـ في الصباغيات ونجيبوا في الفراخ باثمان باهظه من الدول الاجنبيه يلزمنا مفرخه لتحقيق اكتفائنا الذاتي. عندنا زاد تحين المواقع بالنسبه لـ3 شركات من جمله 5.
وتحتل المنستير المرتبة الأولى في إنتاج تربية الأسماك التي تمثل 45% من الإنتاج الوطني، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع المنتصبة. بالنسبة للسنة أوقع إنتاج حوالي 6700 طن، ما يمثل من الإنتاج الوطني بالنسبة بالنسبة لإنتاج الصيد البحري. تربية الأسماك 23% من الإنتاج الولاية. على نطاق وطني شنو يمثل؟ يمثل 41% من إنتاج الوطني لتربية الأحياء المائية. ويبقى قطاع تربية الأسماك في حاجة إلى إعداد دراسات استشرافية للسنوات القادمة وإنجاز مشاريع تكميلية لإنتاج العلف واليرقات وخلق أسواق جديدة للتصدير. أكد اليوم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن اتفاقية الصلح التي تم إبرامها مع سليم شيبوب مبدئية، وهي تطبيق للقانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة المنصوص عليه بالدستور والمتعلق بمسار العدالة الانتقالية. وأوضح حاتم العشي أن المصالحة الفعلية مع سليم شيبوب لم تتم بعد، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب المرور عبر مفاوضات شاقة وطويلة بين المكلف العام بنزاعات الدولة والمشتبه فيه تتخللها مراحل اعتذار واستماع عمومي. أعلن رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب فاضل بن عمران تخليه عن رئاسة الكتلة لاعتبارات صحية وشخصية وتنظيمية تتعلق بالأساس بعدم قدرته على تسيير ما وصفها بالشؤون المعقدة للكتلة. وأكد محمد فاضل بن عمران عجزه عن السيطرة عن كثرة غياب أعضاء الكتلة وعدم إيفائهم بتعهداتهم الانتخابية لأسباب وصفها بغير الموضوعية، مضيفا بأن من واجب به التخلي عن مهمته لفائدة من يراه النواب مناسبا لرئاسة الكتلة. في أخبارنا العربية والدولية وفي تطورات الوضع في سوريا، قررت روسيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية تمديد سريان الهدنة في كل من حلب واللاذقية إلى 72 ساعة إضافية في مسعى لمنع حدوث أي انتهاكات وفق وزارة الخارجية الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تمديد نظام التهدئة في حلب وشمال محافظة اللاذقية 72 ساعة ابتداء من الساعة الواحدة من صباح السبت بتوقيت سوريا. وكان سريان الهدنة التي وصفها ملاحظون بالهشة بدأ في مدينة حلب منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بينما بدأ سريانها في شمال محافظة اللاذقية منذ 29 من أفريل الماضي بعد انهيار اتفاق هدنة أوسع في غرب سوريا توسطت فيه واشنطن وموسكو. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أمس أنها ملتزمة باستمرار الهدنة لأطول فترة ممكنة، مضيفة على لسان المتحدث باسم خارجيتها أنها في تنسيق متواصل مع روسيا في هذا الخصوص بهدف ضمان عدم حدوث أي انتهاكات. في المقابل تؤكد الخارجية الأمريكية أنها لا تزال تجري تحقيقا بشأن معلومات عن غارة جوية نفذت الخميس على مخيم للاجئين في سوريا أودى بحياة 28 شخصا على الأقل وتحديد المسؤول عن هذه الغارة. وعلى الرغم من تراجع منسوب العنف مع سريان الهدنة في كل من حلب واللاذقية، فإن التوتر الأمني غير مستبعد في مناطق أخرى من سوريا وخاصة في حماة، حيث هددت جماعات مسلحة سورية بقصف القوات الحكومية ما لم تلبي دمشق مطالب سجناء متمردين في سجن بالمدينة في وقت حذرت فيه المعارضة مما وصفته بالمجزرة قد ترتكبها القوات المحيطة بالسجن. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق أن سجناء بينهم سياسيون وإسلاميون في سجن حماة قاموا بأعمال شغب واحتجزوا عددا من الحراس احتجاجا على محاولة نقلهم إلى سجن عسكري قريب من دمشق. وقد نفت وزارة الداخلية السورية تقارير حول سجن حماة دون أن تذكر أي تفاصيل بشأنه. وفي اليمن استأنفت الوفود المشاركة في مفاوضات السلام اليمنية بالكويت مشاوراتها برعاية الأمم المتحدة. يأتي ذلك في وقت تجددت فيه الاشتباكات على عدة جبهات رغم سريان الهدنة.
رغم سريان الهدنة منذ 10 أفريل الماضي ومشاورات السلام التي تتكثف في الكويت لإنهاء القتال الدائري في اليمن لأكثر من عام، لم يختلف المشهد الأمني في البلاد كثيرا، حيث تصاعدت أعمال العنف على عدة جبهات. وقد شهدت مدينة البيضاء اشتباكات بين قوات القبائل والحوثيين والقوات الموالية لهم بعد أن دفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة إلى شمال البلاد. وفي تطور ميداني آخر، وبعد توقف لعمليات القصف منذ فترة طويلة، جددت طائرات دول التحالف العربي بقيادة السعودية قصفها مواقع تابعة للحوثيين وحلفائهم جنوب العاصمة صنعاء. واستهدف القصف منصات إطلاق صواريخ باليستية جاهزة للإطلاق وعربات نقل جنود تابعة لهم. إلى ذلك، ذكر بيان للجيش الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة قتلت 10 متشددين من تنظيم القاعدة وأصابت آخر بجروح في جزيرة العرب في 4 غارات جوية شنت أواخر شهر أفريل الماضي. وتزامن هذا مع ورود أنباء عن بدء انسحاب مسلحي هذا التنظيم من مدينتين بجنوب البلاد. على الصعيد الدبلوماسي، استأنفت الوفود المشاركة في مفاوضات السلام اليمنية مشاوراتها برعاية الأمم المتحدة. ويبحث اجتماع اليوم بين وفدي الحكومة والحوثيين 5 محاور أساسية، وهي تسليم السلاح وإخلاء المدن واستعادة مؤسسات الدولة، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين واستئناف العمليات السياسية. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مجددا على قطاع غزة فجر اليوم بتعلة البحث عن أنفاق، ولئن لم تسفر الغارتان عن سقوط ضحايا فإن طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي الحربية تواصل التحليق المكثف في أجواء مدينة خان يونس. بعد تنفيذها في الأيام الثلاثة الأخيرة لعمليات توغل في قطاع غزة مدعومة بطائرة حربية بذريعة البحث عن أنفاق، جددت الطائرة الحربية الإسرائيلية قصفها للقطاع باستهدافها لبلدة عبسان شرق مدينة خان يونس في غارتين شنتهما فجر اليوم. في الأثناء وفي ظل استمرار موجات الإضراب والاحتجاج بالسجون الإسرائيلية، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة الأراضي المحتلة والاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، لمطالبة إسرائيل بالالتزام باتفاقيات جنيف الأربعة وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإنسانية. كما ناشده التحرك لإنقاذ حياة 6 أسرى مضربين عن الطعام وباتت أوضاعهم الصحية خطيرة للغاية. وستكون محادثة السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة يوم الاثنين المقبل على جدول أعمال وزيري خارجيتي كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المنتظر أن يبحثا آخر المستجدات الخاصة بالاجتماع الوزاري الدولي الذي دعت إليه فرنسا، والذي من المنتظر أن يعقد أواخر شهر مايو الجاري. قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة بالتخابر مع قطر إلى 18 من الشهر المقبل، فيما أحيلت أوراق 6 متهمين في القضية نفسها إلى مفتي الجمهورية للبت فيها. تصاعدت وتيرة التحضيرات للانتخابات البلدية اللبنانية استعدادا لانطلاقها غدا، وسط أمال اللبنانيين بأن تفتح هذه الانتخابات التي تتميز بمشاركة عدد من المستقلين من مهندسين وفنانين وعمال، أن تفتح بابا لتغيير حقيقي في المجالس والسلطات المحلية. ويتوجه أكثر من 3 ملايين ناخب لبناني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أكثر من 1000 بلدية وأكثر أكثر من 3000 مترشح، كما سيكون لسكان بيروت غدا موعد لتجديد مجلس المدينة. في بريطانيا، فاز صادق خان مرشح حزب العمال المعارض بمنصب رئيس بلدية لندن ليكون أول مسلم ينحدر من أسرة بسيطة يشغل هذا المنصب بعد تغلبه على منافسه الرئيسي زاك جولدسميث مرشح حزب المحافظين الحاكم، الذي اتهم خان بالتطرف وحزب العمال بمعاداة السامية. وفي تصريح له بعد فوزه في الانتخابات، تعهد خان بأن يكون عمدة لكل اللندنيين دون استثناء.
في أخبار الرياضة، يحل الترجي الرياضي التونسي اليوم ضيفا على فريق مولدية بجاية الجزائرية في ذهاب الدور ثمن النهائي مكرر من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيما يواجه مواطنه الملعب الجابسي غدا مضيفه مازامبي الكونغولي. وكان النجم الساحلي تغلب أمس بثنائية نظيفة على ضيفه مونانا الجابوني لحساب الدور ذاته بأولمبي سوسا. فقدت الساحة الكروية الكاميرونية متوسط الميدان الدولي باتريك إيكانغ الذي توفي أمس خلال مشاركته مع فريقه الروماني إثر أزمة قلبية. بصورة مفاجئة في ظروف تشبه إلى حد بعيد ظروف وفاة مواطني مارك فيفيان فويه عام 2002 في كأس القارات، فرق باتريك كلود إيكانغ متوسط ميدان المنتخب الكاميروني وفريق دينامو بوخارست الروماني الحياة خلال مواجهة فريقه مع فيكتوريا كونستانتا في الدوري الروماني، حيث سقط إيكانغ مغشيا عليه فاقدا الوعي بعد وقت قصير من نزوله بديلا في الدقيقة 62 ليفارق الحياة في المستشفى بعد ذلك. باتريك كلود إيكانغ الذي توفي عن 26 عاما كان عزز صفوف دينامو بوخارست في انتقال حر، ولعب قبل ذلك لكل من لومون الفرنسي ولوزان السويسري وكوردوبا الإسباني. وطبعا هذه الحادثة قرر الاتحاد الروماني لكرة القدم تأجيل جميع مباريات اللعبة التي كانت مقررة في البلاد ما بين 7 و9 من هذا الشهر، فضلا عن تأجيل موعد نهائي الكأس المقرر الثلاثاء القادم بين دينامو وكلوج. من جهته عبر فريق كوردوبا في تغريدة على تويتر عن عميق حزنه بالقول: لا يمكننا أن نعبر بالكلمات عن مدى الحزن الذي نشعر به لوفاة باتريك إيكانغ. كما وضع مشجعو فريق دينامو بوخارست لافتة كبيرة خارج بوابات النادي تعبيرا عن حزنهم لفقدان نجمهم. أخبارنا الثقافية تحملنا إلى جزيرة جربة، حيث تحتضن منطقة الرياض وعلى مدى 3 أيام مهرجان المدينة، وهو تظاهرة تنشيطية ثقافية تحاول تسليط الضوء على الموروث الثقافي للمنطقة. في مهرجانها السنوي منطقة الرياض بجزيرة جربة تحتفي بتراث الجزيرة وحرفها التقليدية ومنتجاتها الفلاحية البحرية والبرية الإيكولوجية في تظاهرة تنظمها جمعية أحباء المدينة بالتعاون مع عديد الأطراف. الحضور مميز، النوعية موجودة، نكسرة تاريخية، إن شاء الله يتعدى معناها مهرجان طيب. هو يوم 6 و7 و8 ماي بالرياض. البرنامج عندنا جولة بالسيرة التاريخية، عندنا فيلم أفلام سينمائية في قاعة الاستقلال بالرياض، وهي عادة قديمة ونحاول باش نحيوها. في مهرجان الرياض الثقافي والتراثي فقرة مميزة تستقطب اهتمام المتابعين وتشد أنظار الزائرين بعرض للسيارات التاريخية القديمة وجولة عبر الجزيرة. شركة من جمعية زرزيس اللي هي شرفونا في الحضور، فيهم تقريبا 11 سيارة كما تشوفوا، سيارات مختلفة، ثم التراكسيون، ثم الدوسنتروا، ثم كاسنتروا. السيارات هذوما قدم من عام 60، من عام حتى 55، ثم سيارة عام 55 معناها. هي المرة الأولى التي أحضر فيها فعاليات هذا المهرجان، وهي مبادرة متميزة وجميلة جدا، تعرفنا خلالها على الموروث الثقافي لجربة وخاصة فقرة السيارات القديمة. والحقيقة فإن هذه التظاهرة هي مفاجأة سارة بالنسبة لي. في منطقة الرياض قواسم إنسانية مشتركة عديدة لحضارات وصلت إلى سواحل جربة، أثرت المشهد الجربي وتختزل صورة الجزيرة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: البحث في إمكانات تطوير نشاط مطار جابس مطماطة حتى يكون رافدا للتنمية الاقتصادية والاستثمار بالجهة. مشاغل الفلاحين والبحارة في ولاية المهدية تطرح للنقاش في اختتام الحوار الوطني حول الفلاحة والصيد البحري بالولاية. واشنطن وموسكو تقرران تمديد سريان الهدنة في كل من حلب واللاذقية في انتظار احترام شامل لوقف الأعمال القتالية في سائر البلاد. شكرا جزيلا على المتابعة، إلى اللقاء.